وجود اللون الوردي دليل على وجود كمية من الكلور. عينة الزبون حسب التحاليل الأولية تشير إلى أنها صالحة للاستهلاك البشري. كما رانا نشوفوا هنايا لا كونسونطراسيون هنايا راهي 0.47 0.47 ملي غرام بار لتر. المياه هذه الي كونفورم المعايير الجزائرية. لكن ما زال الطريق طويلا امام هذه القنينة. هذه فيما يخص التحاليل البكتيريولوجية، وهذه التحاليل الفيزيوكيميائية. تخضع هذه العينة لتحليلين مخبريين، الاول فيزيوكيميائي والآخر بكتيريولوجية، تتفرع على 8 مراحل حتى تظهر النتيجة، نتيجة تشارك تفاصيلها شركة سيال مع زبائنها عبر وسائل الإعلام. تلتزم سيال بشفافية كاملة تجاه المواطنين، وتحرص على نشر نتائج تحليل مياه الشرب بشكل دوري كل 3 أشهر. تهدف هذه المبادرة إلى طمأنة المستهلكين بشأن جودة المياه المنتجة والموزعة. عملية دورية تنتهجها شركة المياه والتطهير من خلال تحليل ومراقبة جودة المياه بشكل منتظم وصارم عبر المختبر المركزي الذي يقوم سنوياً بتحليل 135 ألف تحليل فيزيوكيميائي و26 ألف تحليل ميكروبيولوجي. كما شاهدتم في المراحل السابقة، تؤكد سيال دائماً على التزامها بتوفير مياه شرب نقية وآمنة صحية للمواطنين. بعد استكمال كل المراحل تشير نتيجة التحاليل إلى يمثل هذا الجدول النتائج المتحصل عليها مطابقة للمعايير الجزائرية المعمول بها.